السلام عليكم، صباح النور الخوت، كي صبحتوا بخير عليكم، كلشي مزيان الاحوال، الله يحفظكم ان شاء الله. الخوت في الطريق الى المنزل باذن الله. اليوم خرجت من الخدمه شويه بكري، انا كنمشي كيف قلت لكم بكري شويه في العشيه. الحمد لله حنا في الطريق الى المنزل الخوت، كيف كتعرفوا نهر ابي رقراق هو هذا. ان شاء الله نشوفوا قشر الحوت الخوت على ما يقال، والله اعلم. هذاك الطريق هذه اللي يخرج لي شي واحد، كيف قلنا على ما يقال بيت واحد الدار ماشي حدايا، انما شويه بعيده مني. نتمنى انه هذه قلنا انا كنفراني الخوت حتى نشوف. صافي الدنيا خاويه، الدنيا خاويه مورايا، كيف قلنا المسرح الخوت والبرج راهو في مدينه سالا. هنا واد ابي رقراق كيف كتلاحظوا، هذا هو النهر ديال ابي رقراق، راه مشدود مع البحر المحيط الاطلسي راه هو الهيها. الحمد لله. نمشيو الخوت نشوفو كيف قلنا قشر الحوت، نطلقو عليه الحميمات، نطلق عليه الزغاليل، ما غاديش نطلق الذكور، نطلق عليه الزغاليل ان شاء الله، والله اعلم، والله اعلم. نتولعو هاد الصبحيه هادي عاد نهبط بحال الناس. يلا الخوت تحياتي لكم، وكيف العاده الله يرحم الوالدين. وتا هنا راه كيكونو الخلاوه بزاف الخوت، عندك بعدا الرباط وسله، اللهم بارك فيها، الخلاوه بزاف الخوت، يعني كاين ناس صحاب الخير وجوه الخير، كاينين وجوه الخير اللي كيوكلوا الحمام ديال الشوارع، كاينين الناس الخوت وما كيطمعوش فيهم الاكل باش ياكلوه. يلا الخوت تحياتي لكم، كيف كتلاحظوا حنا دابا دخلنا النص ايادك، دابا دخلنا مدينه سالا، حنا في النص ديال القنطره، كيف قلنا في النص ديال القنطره ان شاء الله. يلا والله ما يسير الخوت، والله يرحم الوالدين ويدعيو معانا. يلا تحياتي ان شاء الله. ناخذ الخوت واحد الحريشه البنيه، ناخذ شويه كيف قلنا ديال الحرشه. اي واحد دقيقه هي هذه البنيه باش تفطر ان شاء الله. صباح النور الخوت، كي صبحتوا بخير عليكم، كلشي مزيان الاحوال، الله يحفظكم. عوده مجدده حنا رجعنا لكم الخوت من جديد باذن الله. الحمد لله كيف لاحظتوا راه مشينا الخوت خدينا واحد شي شويه الحرشه اللبنيات، لانهم بثلاثه بهم غادي نقراو ان شاء الله، بثلاثه بهم خارجين جبنا لهم باش يفطروا ان شاء الله. وانا طلعت انا ما كنفطرش الخوت في الصباح، طلعت كيف قلنا نشوفوا الخوت قشر الحوت على ما يقال انه بات في ديك الدار الزوينه اللي كنت صورت لكم البارح. تماك فين بات هو واحد الحمامه بيضاء، راه هي ديك الحمامه بيضاء. حنا الخوت غادي نطلقوا عليه الاناث ان شاء الله، ومعاهم دوك الجوج النحاسيات حتى هما غادي يخرجوا باذن الله. هذا ما كان، يلا والله يرحم لكم الوالدين. يلا الخوت كيف العاده غنحسبوا الحميمات ديالنا باش نعرفوا شنو عندنا. لا تقطعوا ولا تستقطعوا، غادي نطلق كل شيء، اللي بغى طير طير، اللي بغى تجلس جلس، الى الجهاد. لا تقطعوا ولا تستقطعوا الخوت. بالنسبه للحميمات راه حسبنا عدد الحمام اللي عندنا هنا ان شاء الله، وعطيتهم الخوت ياكلوا ما نكذبوش على الله، لان فري قريت نيت واحد الكومونتير خاصني نعطيهم ياكلوا، ما خصنيش نطلقهم بالجوع. حنا حطيت لهم الماكله، كنلاحظوا الحمام الخوت راه بحال نقولوا شبعان، الا لاحظتوا الحمام طريقه باش كياكل طريقه عاديه، يعني راه بحال الا شبعان، كيف قلنا الخوت بحال الا شبعان، يعني راه ما كياكلش بشي طريقه نيت، راه الحمام شبعان. نهبطوا حتى هادو ينقبوا شويه وغادي نطلقوا كل شيء ان شاء الله. ها انتم الخوت النحاسيه، هي طلعت بوحده فوق سبوتنيك، هذه اللي كنت طلقت الاولى، هذه ان شاء الله عقلوا عليها غطير، درت فيها الرقم ديال الهاتف، الا شفتوا رجليها راه فيها الرقم ديال الهاتف، وان شاء الله غادا الطير هذه غدوا ليها البال، نتمنوا غير انها ما تضيعش، انها دير عقلها. يلا كولوا كولوا، راه هي فين طلعت عاوتاني الفوق شفتوها، وهاد النحاسه هادو كيكونوا في شكال فريفره. نتمنوا الخير الخوت، نخليهم غير ينقبوا واحد شي شويه باش الحمام نيت تايلا طار ولا شي حاجه يمشي واكل، ماشي بحال الخوت قشر الحوت راه طلقتو البارح جيعان، ما كتبوش على الله راه ما واكلش، يقدر عند اي واحد يطيح يهبط، عند اي واحد يلوح ليه الماكله يشدو، وحنا داكشي اللي ما بغيناش. دابا ان شاء الله الخوت الحميمات غادي يطيروا باذن الله. الشنبور الخوت اللي فيه الدمعه هو هذاك، عطيتو واحد نص حبه ديال ديك الكينه، شنو سميتها هادي، عطيه هادي، عطيتو روفانيسين، عطيتو نص حبه، وباقي عندي نص اللي يمكن غادي نعطيه ليه اليوم ان شاء الله، عطيتو نص حبه البارح، وغادي نقطر ليه الخوت دابا ان شاء الله في عينيه، وعاد غادي نطلقو يطير. تحياتي لكم، انا نقطر ليه وانا معاكم. هذا ما فيه ما ماشي الدمعه، هذا راه الله يستر بحال الفاريولا الخوت، ها انتم شوفوا عينيه، انا شكيت فيه،
شكيت فيه الخوت بحال الفاريول، بحال الا فيه الفاريول. حنا الخوت دابا غندير له التقطيره ان شاء الله باش ما نتعطلش، وغادي نطلقوا الحميمات ان شاء الله يفرفروا، ربما يجي قصر الحوت. نتمنوا انه يجي داك الوليد ما يضيعش، لان وليد الخوت كيبان ممتاز. هذا كرم الحمام الجدود اللي جاب لنا داك الاستاذ. حنا قطرنا ليه دابا ان شاء الله، خليو الخوت حتى العين تشرب ان شاء الله، تشرب التقطيره واحد شويه عاد نطلقوه، حيت كاينه العين كنلاحظها الخوت ملي كنقطر انا الحمام، كاينه الحمامه اللي كتشرب، كاينه العين اللي كتشرب دغيا الدواء، وكاينه العين اللي كدير ليها الدواء ما كتشربش كتبقى هاكاك. الحميمه ترى قول واقفين الخوت على الماكله، شي حاجه قليله اللي كتنقب. صافي الله شرباتها شرباتها، الله يجعل البركه. كيف قلنا الخوت عدد ديال الاناث هنا الزغاليل والاناث راه محسوبين ولله الحمد. دابا غنتوكلوا على الله الخوت، نقولوا بسم الله وغادي نخرجوهم. نتمنوا ان دوك النحاسيين ما يضيعوش، هادشي اللي كنتمنى، ونتمنى من قشر الحوت حتى هو يجي ان شاء الله. الخوت على بركه الله، نديروا هاد الياجوره ديالنا هنايا وغادي نخرجوا الحميمات، ما نطيرهم ما نجري عليهم والو، يعني غنمشي غير من هنا وغادي نخليهم يخرجوا بوحدهم، لان الخوت دوك الكبار غادي يطيروا قاعدو. هانا الخوت، النحاسيه نشوف النحاسيه، راه هي هذيك الخوت النحاسيه، شوها النحاسيه هي هذه، النحاسيه هي طلعات، ها هي فرفرات النحاسيه الخوت فرفرات. نتمنوا انها النحاسيه اللي مرسي عندنا، ها هو نتمنوا، ها هي باغا طير باغا طير الخوت النحاسيه، باغا طير النحاسيه باغا طير، هي هذه هي هذه هي راه بغات طير. حنا ما كنخلعوهاش باش ما طيرش الخوت بوحده، النحاسيه الاخرى ها هي هي هذه النحاسيه الثانيه، غادا طير، ردوا ليها البال الخوت النحاسيه غادا طير. النحاسيه كيف قلنا غادا طير، ردوا ليها البال، هيا طارت. الا ما كانتش هي، لا لا ماشي هي، هاي 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 الخوت، هي راه باغا طير، راه هي فرفرات، هي فرفرات، هي رجعت كتفرفر وكترجع. هادي النحاسية الثانية الخوت، هي هادي النحاسية الثانية، هي هادي. نتمنوا فيهم الخير الخوت ان شاء الله، نتمنوا الخير، نسدوا الباب. هادي غادي تطلع هاد النحاسية، ردوا ليها البال، ردوا ليها البال، هادي راه باغا تطلع ان شاء الله. نمشيو الخوت رجعوا اللور باش نشوفوا شنو غادي يوقع ان شاء الله. انا عاوتاني كنبدا ندخل في هذا الشبيك، هذا كنبدا ندخل فيه برجلي بحال شي عوار، والله العظيم بحال شي عوار. انا الخوت النحاسيه، لا راه هي باقا ما طارتش الخوت النحاسيه، ما طارتش، راه هي فوق اللفط، ما غنجري عليها ما والو. نتمنوا من قشر الحوت يبان الخوت، كنتمنى من قشر الحوت يبان باذن الله. كنتمنى من قشر الحوت يبان، لحد الساعه باقي ما بانش ليا الخوت في حتى شي بلاصه. ها النحاسيه الاخرى كتفرفر، كتجرب راسها الخوت واش قاده ولا ما قاداش. الحميمه تما بداو كيتجمعوا شيئا ما شيئا ما الخوت شيئا ما، ها ما واحد جوج معليين راه ما الخوت شيهم، حنا باقي مشتت، ولانما الحمد لله غادي يتقادوا باذن الله، والله المستعان. يلا الله يرحم الوالدين الخوت. الخوت لاحظت واحد القضيه بالنسبه للوليدات، كيطاروا شويه بشويه، هما طاروا دابا ثلاثه ديال الاولاد اللي طاروا هما لاصقين مع ست بنتيوات ولا سبعه، ثلاثه ديال الوليدات الخوت طاروا. داك الطوبي محروق اللي معمرو طار راه طار دابا، ها هو ها هو الخوت، شوف الطوبي محروق اللي معمرو طار راه طار الخوت دابا. فين هما؟ ها هما معاهم، رابو واحد رابو الخوت، فين غادي؟ شوف هو جاي هو جاي، طارو ثلاثة ديال الوليدات، واحد فيهم ما عمرو طار، نتمنوا أنه يلصق مع الحميمات ولا هو هذا الخوت. شوف هما جوج راه كاينين مع هنا، وواحد هو هذا، هذا ما عمرو طار هذا.
شو تبارك الله فين على الخوت وخوت تبارك الله راه عنده العقل الخوت خو راه عنده العقل كيف لاحظتوا راه كمطار وهبط ديريكت هما الحميمه تدعو عليه وما خصهمش يعليو الخوت لان التعليه راه خطر معهم جوج وليدات صغار الاخرى وفين مشى ليا هو جاي كيف قلنا الخوت طار بوحدو من الحاسيره باغا طير من الحاسيه كيف قلنا الخوت باغا طير او يدخل معاهم ان شاء الله يدخل معاهم او يدخل معاهم الخوت دابا حاليا هو معاهم وانما ما عارفش الخوت كيفاش يلصق هو خارج شوف ما عارفش كيفاش يدير يلصق معاهم ها هو في السحابه البيضاء تحت السحابه البيضاء اما خوتو جايين ان شاء الله نتمنوا انهم يهبطوا باذن الله يلا الله يرحم الوالدين خوت الحميمات راهو عباد الله طالقه الحمام كتولع هذا لي واحد الفريق ليه في تبريكت في الكبير تبارك الله ديال شي مولوع وبالنسبه للقشر الحوت الخوت لحد الساعه ما بانش ليا كاع كيف قلنا واحد عوا هذه كتخلعهم هاد عوا كتخلعهم الخوت هاد عوا كيف قلنا قشر الحوت الخوت لحد الساعه باقي ما بانش ليا كنت غنطيح ما ان شاء الله غادي يهبطوا الخوت باذن الله انتم ردوا البال الحمام كيفرفر انتم شوف الحميمه تما كيفرفر النحاسيه كتفرفر كدير محاولات باغا طير كتجي فوق اللفظ ديال الانتاج وكترجع كتجي فوق اللفظ ديال الانتاج وكترجع ديريكت تما يعني راه باغا طير شوف الخوت النحاسيه باغا طير نتمنوا انها الا طارت تهود هادشي اللي كنتمنى وان شاء الله غطير اليوم ان شاء الله ردوا ليها البال كيف قلنا الخوت ان شاء الله اليوم غادي طير ها هو الطويبي محروق ها هو نزل شوف ها هو الخوت هو غادي يهبط الطويبي محروق باذن الله ردوا البال اتفرفر شي حمامه غادي ينزل حمامه تفرفر غادي ينزل ها هو ها واحد اخر هو جا طوبي محروق خو هو جا اللي قلنا الخوت اللي قلنا ها هو قشر الحوت الخوت على ما اظن يمكن قشر الحوت فيه الصباغ هذا فيه الصباغ الخوت هذا يا ربي يكون قشر الحوت ها هو واحد شنبره هو اما هبطوا جوج اما الخوت هبطوا الخوت نشوف على ما اظن مصبوغ الخوت هذا مصبوغ اللي يمكن الله اعلم تنقول الله اعلم مصبوغ لا دفلي دفلي هذا دفلي الخوت دفلي دفلي سحبني واش طوبي الخوت سحبني واش مصبوغ نتمنوا الخير على الحميمات بداو يهبطوا ها شنبور اخر هبط الحمد لله نتفيلي هبط هذا شكيت فيه قشر الحوت والله اعلم كيبان لي الخوت بحال مصبوغ كيف قلنا كيبان لي بحال مصبوغ نتمنوا الخير هذا ما كان الله يرحم الوالدين دابا راه جوج اللي بانوا لي تالفين راه ما فين غادي بحال الا دياولي والله اعلم راه ما مشاو ليا الخوت بحال الا دياولي والله اعلم حنا غادي نحاولوا الخوت ندخلوا دابا نتيوات دابا راه طاروا بعد الزغاليل كيف قلنا راه طاروا البعض وغادي نحاول ندخلهم باش نطلق الذكوره ان شاء الله لان الذكوره اللي غادي يجيبوا لي الحمام الذكوره اللي غادي نخلي ان شاء الله باذن الله يلا والله المستعان ها هو شنبور هو جا واحد شنيبر الخطره هو غادي واحد جوج شكيت فيهم دياولي والله اعلم هادشي اللي كنقول ديما والله الا شكيت فيهم دياولي خوت حاضين القط شتي كي حاضي لي الحمام هذا قطره متشرد ديال الزنقه هادي الحميمات كيشوف فين دابا تيقول منين غندوز ليكم والله لقى بابك هنايا تنعطبك شوف شو كي كيدير شوف الله يلا حاضيهم كيف قلنا الخوت بالنسبه للزغل اللي دابا كنحاول ندخلهم راه حطيت لهم ماكله في سبوتنيك كنحاول ندخلهم الخوت وحاجه اخرى ولد واحد الخوت ما كاينش من الحمام الجدود هذاك الدفليسيو فابورد تفليسيو فابويد الخوت راه ما كاينش يعني رديت البال الحميمات ما كاينش هاي النحاسيه شتو النحاسيه كتفرفر النحاسيه الخوت الاخرى الثانيه راه طلعتها فوق السبوتنيك وهي تدخل صافي خليتها دخلات فحالها دابا كيف قلنا الخوت شنبور واحد من الحمام الجدود داك الدفلي الدفليه سيو فابويد منقطه في راسها رديت ليها البال ما كايناش الخوت حنا دابا كنحاولوا ما امكن ندخلوا الحميمات ديالنا هادو هما اللي بقاو الخوت ندخلهم ان شاء الله قشر الحوت هو ما بانش نحاولوا ما امكن ندخلهم ومن بعد غادي نطلقوا الذكور وغادي نهبط بحالي نعس الخوت ان شاء الله حتى لديك الثلاثه ولا الاربعه ونطلع نشوف شنو كاين نشوفوا النتيجه ان شاء الله بالنسبه للدفيله هذه اول مره كيطلع الخوت الدفلي هذا
هذا أول مرة كيطلع، ما عمره طلع، هذا راه باقي صغير. نتمناو يدخلوا الحميمات كاملين، نتمناو الخوت ما يكونش ضايع هذا مكان، نتمناو الخير، الله يرحم الوالدين. حنا نتسناهم يدخلوا وأنا معاكم. لان ناقصين الخوت الزغاليل بعدا واحد لواحد، داك الدفيلي سيوفا بويد راه ما كاينش، نقط فراسو من الحمام الجدود ما كاينش، غيكون مكمشا قاعد معاهم شي بلاصه، لان النحاسيت هو ما كاينش، ديك الطوبيه اللي كنا خايفين منها حتى هي ما كايناش. الحمد لله الحميمات راه واكلين شبعانين. يلا الله يرحم الوالدين، دخلوا الخوت هاد البركه هادي ان شاء الله ويكون خير. دخل هاي كتدخل حمامه بحمامه، دخل والله الا مربين بالله، والله العظيم الخوت الا مربي الحمام بالله. تقبيله راه ما حتى حمامه ما كتبغى تدخل، وليني ما كنتش كنهضر معاهم، دابا كنهضر معاهم وهما كيدخلوا. دخل ولينا نفيق الناس. دخل نوريكم الخوت شحال الساعه باش تعرفوا التصوير وقتاش كنصوروا. مايمكنش نقول لكم هادي 6 ولا هادي 7، هانتوما اليوم الاربعاء الخوت، هادي راه 9 قل 13 دقيقة، يعني قل قسمين ولا قل ربع ان شاء الله. اليوم الاربعاء، دخل يلا الخوت، حنا نتسناهم يدخلوا وانا معكم، الله يرحم الوالدين. هذاك الخوت الوليد اللي هضرت لكم عليه، داك الدفلي قلت لكم سيوفا بويدو منقط، ها هو جا الخوت كان معلي وكان مشى دالع تبارك الله. ها هو نبينوا لكم، راهو لاصق في الخيط، ها هو جاي. كيف قلت لكم الخوت داك من الحمام الجدود، داك الدفلي اللي قلت لكم سيوفا بويض ما كاينش، الحمد لله راه جا وكان فري، كان معلي الخوت، فهمتي، كان معلي، باقي النحاسي هو اللي باقي دابا طاير. ها هو غادي نبينوا لكم ان شاء الله، وغادي يبان، او غادي يبان الخوت راه مصبوغ هو. دخل او غادي يجي ان شاء الله. بالنسبه للخوت الوليد هو هذا اللي كنا هضرنا لكم عليه، هو هذا، ها هو اللي منقط في راسو تبارك الله. الخوت راه كان معلي والله العظيم، لا كان معلي وجا في فيو، جا مجموع تبارك الله ودله هبط. حنا الخوت غادي ندخلوا هاد الحميمات باش نحاولوا ما امكن تلقوا الذكور، ندخلوا بعد هاد البركه هادي اللي داخله هنايا. كيف قلنا هاد البركه الخوت اللي داخله ندخلوها، راه الاكل عندهم راه شبعانين صافي، دابا الله يجعل البركه راه كلاو، ما غاديش نزيدهم باش نتمناو يدخلوا ان شاء الله، وغادي نطلقوا الذكور باذن الله، والله يرحم الوالدين. الخوت على بركه الله خرجنا الذكور. بالنسبه للاناث الخوت راه باقات لنا 11 حمامه اللي ما بغاوش يدخلوا هما، هادو هما الاناث، الاناث اللي ما بغاوش يدخلوا لنا 11، لان الوقت الخوت كيطير. خرجنا الذكور كيف كتلاحظوا، ما كاين قبوة الدره الحمراء اللي خلاو هنايا الاخرين، ان شاء الله ما يخرجوا دابا ياكلوها كاملين. هنا كيدابزوا على داك الاكل، ان شاء الله نخليهم الخوت خارجين، ربما كنقولوا ربما قشر الحوت يبان، والله اعلم ربما قشر الحوت يبان، لانه الخوت مشى في العشيه، يعني البارح حتى العشيه عاد مشى، يعني راه يكون مازال تالف ان شاء الله، ما غاديش يكون مشدود، والله اعلم، ماشي كنقولوا والله اعلم. نجي وترى بقاو لي 11 الحمامه اللي ما بغاتش تدخل ليا، هذا ما كان، ونتمناو الخير كيف العاده، الله يرحم الوالدين. دوك راه ما طاروا شي بعضين، ها هو نتمناو ديك النحاسيه ما طيرش، الخوت اللي فيها نمره التليفون نتمناوها انها ما طيرش. يلا والله المستعان. النحاسيه هي طارت، النحاسيه بوحده والله العظيم، الا بوحده طارت، راهي غدا النحاسيه بوحده الخوت طارت.
الحمام خرج طار وهي تقعد هي طار بوحدها. شتو هاي هاي شو الطيران كي كطير مسكينه باقا مرعوده هاي هاي النحاسيه هاي تدخل معاهم. نتمنى انها تدخل مع الذكور باذن الله وتهبط. نتمنى والخوت هاي هاي باغا تشد مع الذكور. ما قلبوها قلبوها الخوت قلبوا لهاد الجهه. هاي هي الاخرانيه النحاسيه راه داير فيها نمره الهاتف ان شاء الله راه علات. ها انتما الحمد لله انها كدور هنا بزاف. كيف قلنا الخوت الحمد لله هي باغا تشد مع الذكور باغا تشد معاهم ان شاء الله. هما تيقلبوا عليها الخوت هما كيزربوا كيقلبوا عليها بحال القضية ديال الطير بو أميرة. ها انتما الشنبور اخر طار هذاك بعدا فايت الطير. هذا الشنبور اللي طار دابا فايت الطير. هذا مكان شوف تبارك الله الخوت فين علات. شوف شوف النحاسية فين علات وباغا تشد معاهم كيف كنقولوا ديما. هما كي ولاد الحرام والله تا ولاد الحرام خطارة الذكور هادو عرفتي كي كيشطحوا فيها. ها هي مسكينه تاتا تبغي تدخل تاتا تبغي تدخل معاهم وتيقلبوا. ها هي مسكينه فين علات. نتمنوا انها ما تمشي للطاب. شوف 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 فين غتهود. شوف 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 فين باغي تهود فيها راهي هودات الخوت. شوف حي السلام يا ربي تجي لهنا يا ربي. ها هي جايه ها هي جايه ها هي جايه ها هي جايه. شوف شوف ها هي جايه ها هي جايه الخوت. ها هي جايه. زيدي 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 حنا كنتظروا الخوت. ها هي ان شاء الله شتوها. ها هي شوف علات علات بزاف علات بزاف. راهي غادا راهي غادا الحي كريم الخوت. تلفات صافي نقولوا تلفات ان شاء الله تتلفات. ها هي ها هي قلبه هي قلبه لهنا هي جايه لهنا. يا ربي يا ربي تهود هنا يا ربي تهود. كنقولوا الخوت كيف كنقولوا ديما يا ربي تهود. الله تتلفات عليا. ها هي ها هي ها هي ها هي جايه شتو. هي غتلاقى مع واحد اما تلاقى مع الفريقه الفريقه الخوت. يا ربي تلاقى معايا يا ربي يا ربي. شو الحرام كيكي اي يا تهود تهود ان شاء الله الخوت غتهود باذن الله غتهود باذن الواحد الاحد ان شاء الله. نتمنوا فيها الخير. شوف شوف هاي 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 هودات. هي غدا وكتحضر هي كتحضر هي كتحضر الخوت. شوف 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 هي جايه هي جايه يا يا يا. شوف فين غتهبط. هي هبطات هبطات غتهبط لي حدا الجامع حدا المسجد الخوت. راهي هبطات هي طارت ما لصقاتش في الحيط مزيان. زلقات الخوت زلقات زلقات. هي جايه هي جايه. نتمنوا انها تهبط. بنت لي جايه لهنا والله اعلم. بنت لي الخوت جايه لهنا. كانت بغات تهبط في ديك الدار هادي في هاد الدار ضربات مع الحيط ومسكينه كملات وبنت لي دارت هاكا. حنا ننتظروا الخوت ننتظروا ان شاء الله غادي تجي. حنا دابا باغي نقشر الحوت يجي ماشي. هي بغيناها ما طيرش كاع. وهي المشكل هي طارت ان شاء الله غادي يجي الخوت. يهبطوا الذكور هما الذكور اللي ما طلعوا ماشي رجال. الذكور الخوت طلعوا ماشي رجال لانهم المره الاولى بغات تشد معاهم وبداو كيشطحوا فيها. ها هي يمكن هي هذيك الله اعلم. هي هذه يمكن الله اعلم. نشوف ها الاخرين طاروا. انت ها الاخرين طاروا الخوت. ها شي حاجه كتخلعهم. اح ربي اح الله يلا الخوت حنا كننتظروا نشوفوا. شو شو جيت المسجد بانت لي حمامه تما كدور قلت ربما تكون هي الله اعلم. لا محال محال. هبط وليدي هبط 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 انت باقي صغير. هاكك هاكك الله ارضى ارضى. هذا بعدا هبط. يلا الخوت حنا ننتظروا ان شاء الله. انتم الولاعه الذكور ما بداو كيتجمعوا تبارك الله كيف كتلاحظوا. انا يعني المجموعه هي تجمعات ان شاء الله والحمام حتى ولا كيتجمع. مابقاش الحمام مشتت نتيوت اللي باقيين عندي مشتين ان شاء الله. حنا الخوت ننتظروا ان شاء الله باش تبان لنا النحاسيه باذن الله وكلشي باذن الله الخوت. شوف ان يعلم الله في قلوبكم خيرا ياتيكم خيرا. راه الله عز وجل تيخلف اي حاجه. الخوت ضاعت راه ما كتضيعش والله العظيم ما كتضيع. ربي راه كيخلفها. راه يمشي لك الشنبور يجيب لك اربعه الشنابر. راه كنت قلتها ديجا في البدايه ديال العام والحمد لله الله عز وجل كيسخر الامور باذن الله. لأن الله عز وجل طيب يحب الطيبين وربي كيسخر. يلا تحياتي لكم. نتسناو الخوت إن شاء الله تبان نحاسية وأنا معكم بإذن الله. الخوت تولع على الصباح عباد الله. طلعت تولع على الصباح هانت. كيف قلنا؟ تبغى يشد ليا زعما ولا شنو؟
حمام مران داخل مع حمامي الخوت. كيف قلنا حمام مران داخل مع حمامي. ما يشد والو ان شاء الله الخوت، ان شاء الله ما يشد والو باذن الله. احميمته ما غادي يهبطوا دغيا لان حمامو دغيا كي تيهود يهبطت نحاسيه، وحنا كنتسناو مازال الخوت كنتظروا ان شاء الله باذن الله مازال كنتظروا. هي فين علات؟ شو 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 هي جايه جايه جايه، هي جايه الخوت نحاسيه، هي بنت لي جايه معليه بزاف، علات علات بزاف والله العظيم الا علات بزاف. راي 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 الخوت، شو شو راي فين غدا راي تلفات تلفات بيم على الكلمه الخوت تلفات نحاسيه. هاي هاي ها انتم شوف 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 مزيان الخوت، هاي راي شو هاي مصبوغه والله العظيم. راي فين غدا راه مشات راي راي غدا. انا سحبني شكون تهبطت في سطح راي راي غدا راي غدا مشات لتابريك حتى الخوت راه معليه بزاف مشات 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 الخوت. نتمنوا انها تجي وصافي حتى ما كنت نتمنوا الخوت انها تجي. يلا الله يرحم الوالدين. الخوت بالنسبه للنحاسيه راه ما بانتش، النحاسيه ما بانتش مازال. هذا الخوت واحد القلاق، واحد النوع ديال القلاق شتوه، وسبحان الله العظيم هذا هو الطيران ديالو، كيبقى مجموع بحال هكا بحال الحمام، وكيبقى يدور وكيبقى غادي بديك حس شويه بشويه وكيبقى يدور. هو هذا واحد النوع ديال القلاق. بحال القلق اللي كيكون الخوت في الحديقه. دابا راه زوميتو راه معلي بزاف، ها هو دابا يمكن عاد غيشد الطريق. دابا بان ليا صافي تاوريونطا الخوت، عرفتي شحال هو كيدور فوق الدار بزاف. انا بان ليا دابا تاوريونطا الخوت صافي شد الطريق اتجاه ديال الرباط، اتجاه ديال الرباط راه هو غادي. القط سير بحالك. داكشي اللي كاين الخوت راه شتوهم صافي شدو الطريق ديالهم الاتجاه ديال الرباط. القطيطة الخوت شتو كانت شو 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 كي حاضر لنا الحمام. سير بحالك سير سير هبط تسب تسب هبط 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 الله بوك طلع تن 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 نضربك الخوت. كيف قلنا النحاسية راه ما بانتش، كيف قلنا النحاسية راه ما بانتش، وكذلك قشر الحوت تا هو راه ما بانش كاع، ما بانش لي ما بانش لي كاع ما دارش قشر الحوت، ما بانش لي زعما يكون تلاف ولا بلي يكون زعما داير هنا ما كاينش الخوت. ايوا الحمد لله كيف ما كان الحال الحمد لله. راه اللي مكتبه الخوت هي اللي غادا تجينا. على ما كنقول نحاسيه تقدر ترجع لي تنقول والله اعلم، راه مشات بالنمره التليفون ديالها وليني راه علات في اخر المطاف الخوت، بانت لي علات دايزه من هنايا ومشات لهاد الجي ما دارت لها هك لهك هكا ناحيه الرباط والدار البيضاء وهاد النواحي هادي ما دارت لها هك لهك مشات نيشان. نتمنوا فيها الخير هذا ما كان. يلا والله يرحم لكم الوالدين. بالنسبه للنتيوات الخوت راه اللي كتدخل الشنيبره اللي كتدخل كندخلها، اللي كتدخل كندخلها. يلا والله يرحم الوالدين. الخوت ولله الحمد بالنسبه للنحاسيه الحمد لله حتى الاخر لحظه ما نكذبش عليكم، حتى الاخر لحظه كنتسناها ما جاتش. كيف قلنا ما جاتش انا طلقت الدكور غادي نهبط بحال الخوت النعس. كيف قلنا يعني راه الشمس شوف الخوت فين طلعت الشمس، يعني راه مشى عليا الحال ديال النعاس خاصني ضروري نهبط الناس. شو الحميمات الخوت فين قاعدوا تبارك الله علاو هانا الذكور الخوت تبارك الله راه علاو وعلاو مزيان اللهم بارك. يلا تحيه الخوت والحباب في ارض الوطن وخارج الوطن كاع يعني الناس اللي كيبغونا الله يرحم لهم الوالدين. واحد الحمامه جايه شو شو واحد الحمامه مصبوغه الخوت اقسم بالله حتى هو خوت قشر الحوت. الخوت هو قشر الحوت واجا الخوت قشر الحوت واجا والله العظيم حتى هو مصبوغ طوبي مصبوغ ها هو الخوت قشر الحوت. دابا خليكم معايا حتى نشوفوا كي نديروا نهبطوه ان شاء الله. قشر الحوت الخوت قشر الحوت جا قشر الحوت قشر الحوت جا نشوفوا الخوت كيفاش نفرفروا لي شي حميمات. تحياتي لكم خليكم معايا الله يرحم الوالدين. مازال كنتسناو قشر الحوت يجي ها هو شوف الخوت فين هابط. هو هذا هذا هو قشر الحوت هو فين جا مسكينه وهبط. واش كان في حي كريم الخوت يعني راه كان في واحد المنطقه بعيده راه كان لهاد الجهه. هادشي اللي كاين كاين بحال في حي كريمه طلقنا الحميمات الخوت حنا كنتسناو الحميمات. عمر داك اليوم الماكله هنا فوق اللوفت وكنتسناه باقيين شي حوايج شي وحدين ها هما يا شي وحدين ها هما باقيين طايرين. نتمنوا فيهم الخير. النحاسيه راه ما بانتش الخوت لحد الساعه النحاسيه ما دارتش كاع ما بانتش راه من قبيله وانا كنتسناو. طلقنا حتى الذكور الخوت هادو ديال
حنقول طلقناهم حتى هما ان شاء الله، ونتمنوا الخير، نتمنوا ان قشر الحوت يجي والنحاسيه هي تجي، نتمنوا الخير. هذا ما كان او طار الخوت قشر الحوت طار، او يجي وجي وجي او يجي او يجي ها هو قشر الحوت الله حتى هو، اقسم بالله العلي العظيم حتى هو الخوت هو هو. خليكم معايا واحد المشيه خايبه داز من هنا من فوق الاخ عبد اللطيف وبغى يهبط في هذه الدار ما هبطش فيها وزاد كمل ومشى هكا نيشان ما دارش. كيف قلنا الخوت مشى نيشان هكا ما دارش، وانما على ما كيبان لي الفروق الخوت طايرين بزاف عباد الله. وشو شو واحد الفريق هنايا، شوف شي يبان لكم الخوت، واحد الفريق ها هو وراه مشى لتماك الخوت. نتمنوا انه يرجع، نخلي الحميمات الخوت خارجين وغادي نهبط فحالي النعس، داكشي اللي غادي ندير نخلي الحميمات خارجين. بعدا قشر الحوت الخوت مازال تالف، هذا هو الاهم انه راه مازال تالف، يعني راه ما مشدود ما والو، ومسكين مسخوط قلت لك، ومسكين الخوت مسخصاخ. بغيت نقول مسخصخ كلمة ديال الخا هي اللي تقلبت ليا فمي، قلت لكم بغيت نقول عليه مسخوط، ومسكين ماشي مسخوط، ومسكين مسخصخ والله العظيم إلا مسخصخ الخوت. يلا الخوت الله يرحم لكم الوالدين خليكم، ونتمنوا النحاسية تبان. النحاسية راه ما طلاتش كاع من قبيلة ما بانت، أكثر من ساعة الله ربع هذه ما بانتش النحاسية، نتمنوا فيهم الخير. يلا تحية لخويا عمر خونا جهاد صابرينا، حتى العشية نوافيكم بالنتيجة الخوت واش جا ولا ما جاوش، نتمنوا الخير. نخليهم الخوت خارجين ونسد شجاني ونخلي الحمام على برا، ربما يجي يضرب دوره هنا ولا شي حاجه ويعقل. هذا ما كان، والنحاسيه هي ربما تجي تضرب شي دوره هنا وتعقل. هذا ما كان. يلا تحيه لخويا عمر خونا سمير البشير خونا جهاد صابرينا خونا عثمان وعثمان وخونا منير مخلص خونا عز الدين سيدي موسى اللويين ديالنا الله يرحم لكم الوالدين. يلا الخوت خونا عبد الناصر خونا ابو عبيد الشتيوي كاع الخوت اللي كيبغيونا الله يرحم لكم الوالدين. والخوت الى فيديو قادم بحول الله، نتمنوا الخير. حنا تولعنا الخوت هذا الصباح هذا راه باقي ما نعسش، كيف قلنا تولعنا هذا الصباح هذا ولله الحمد. النحاسيه طلقناها مشات، وحده راه طلعناها فوق السبوتنيك هبطت دخلات، وبالنسبه لوحده راه طارت ومشات تلفات، وبالنسبه للاخر عاوتاني تا هو راه باقي تالف. قشر الحوت سميتو قشر الحوت اللي فيه واحد النقيطات الخوت في الظهر ديالو. يلا السلام عليكم ورحمه واحد الفريق ورحمه الله وبركاته نكملوها. شوف شوف الخوت واحد الفريق، شوف واحد الفريق هنا كيبان ولا ما كيبانش. انا مع الشمس ما كنشوفش ما كنشوفش، انا مع الشمس راه هو فوق فوق هنا 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 فوق الدار هذه بان ليا راه هو جايين منه شي حميمات، جاي منه شي حمامه الخوت لهنا، شي حميمات جايين لهنايا منه، هادشي ها كيخافوا شي حاجه كتخلعهم. بالنسبه لذاك القطه الخوت غادي ندير ليه شي لعيبه باش ما يدخلش، هادشي حاجه خلعهم شي حاجه. طير طير بو عميره الخوت، شي بو عميره خلعهم. هذاك الفريق اللي هضرت لكم عليه ها هو شتو الخوت، ها هو الفريق اللي هضرت لكم عليه، ها هو غادي يتم جاي لهنا ونصوروا لكم عاد نهبط فحالي شتوه، راه هو غادي. يلا الله يرحم لكم الوالدين والى فيديو قادم بحول الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. والخوت النعاس فيا والله الا عيني كيتسدوا. يلا الله يرحم لكم الوالدين ضروري خصني نمشي نهبط الناس.